Raih Surga, mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina, sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فهذا اللقاء الثاني من كتاب الطهارة بتلخيص العلامة الحافظ القرطبي رحمه الله تعالى. كنا فيما سبق في اللقاء الأول قد أخذنا فضل الطهارة وشرطها في الصلاة، أخذنا بابا آخر في صفة الوضوء، وذكرنا بعض الفوائد اليسيرة المختصرة مراعاة للمقام. ومن ذلك في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة بغير، أو لا تقبل صلاة بغير طهور وبغير طهور. وفي اللفظ الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ذكرنا أن نفي القبول يأتي على معان: نفي القبول بمعنى نفي الصحة، فيأتي في بعض الأحاديث: لا تقبل، لا يقبل، لا يقبل الله، بمعنى أن العبادة ليست صحيحة ولا مجزئة فيجب إعادتها. وهذا الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور، منها من هذا الباب نفي القبول بمعنى نفي الصحة والإجزاء. ويأتي لا يقبل ولا تقبل الذي هو نفي القبول بمعنى نفي الرضا والإثابة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا فعل الإنسان هذا الأمر الذي جاء فيه النص بنفي القبول، فإن الصلاة أو العبادة مجزئة صحيحة، لكن ليس عليها ثواب ولم يتقبلها الله قبول رضا وإثابة. فمعنى لا تقبل أي لا يرضاها الله، وإن كانت صحيحة مجزئة تسقط المطالبة والإعادة مرة ثانية. وهذا من الأمور التي تزيل الإشكالات عن كثير من الأحاديث التي ورد فيها نفي القبول. وأخذنا أيضا الأحاديث التي ورد فيها بعض الشروط، ومنها هذا الحديث أيضا. ففي هذا الحديث أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، هل معنى ذلك أن من تطهر فقط صحت صلاته؟ لا، بل يجب عليه أن يأتي بالشروط الأخرى وأن تنتفي الموانع. فإذا جاء شرط في حديث فينبغي النظر إلى الأحاديث الأخرى التي وردت فيها شروط وأسباب وموانع أخرى. فمن مجموع ما جاء في السنة والنصوص تؤخذ الأحكام وليس من نص واحد. طيب، الآن ننتقل إلى باب فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات، لأنه باب واحد نعيد الأحاديث المتعلقة به. نعم، باب تحسين فضل تحسين الوضوء. يعني معيد من أول، معيد الباب بأكمل. أين؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي رحمه الله تعالى: باب فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات. عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن حمران قال: أتيت عثمان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث
لا أدري ما هي، ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وعن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم، هذه الأحاديث ساقها الحافظ القرطبي رحمه الله تعالى لبيان فضل تحسين الوضوء وأثره وثوابه. وتحسين الوضوء هو إتمامه وإكماله. تحسين الوضوء هو إتمامه وتكميله بمراعاة واجباته ومستحباته وآدابه، بمراعاة واجباته ومستحباته وآدابه. الحديث الأول عن عثمان، وفيه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. فيه أن العبد إذا أحسن الوضوء وأحسن الخشوع والركوع، يعني أحسن الصلاة وأتقنها وأحسن الوضوء، فإنه يكون كفارة لما قبلها من الذنوب. الحديث الذي يليه عن حمران فيه: من توضأ نحو وضوء أو مثل وضوء هذا، أو من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه أن الوضوء فقط سبب لمغفرة الذنوب. والأول فيه أن الوضوء وإحسانه، إحسان الوضوء والصلاة، سبب أو سببان إذا اجتمعا حصل. الأول فيه أن الوضوء والصلاة بإتقان وإحسان إذا اجتمعا كان سببا لتكفير الذنوب. الذي يليه فيه أن الوضوء سبب مستقل لتكفير الذنوب، وحده يكفي لتكفير الذنوب. وقد جمع العلماء، بعض العلماء، بين هذين الحديثين بأن ذلك يختلف باختلاف أو بحسب اختلاف أحوال الأشخاص. جمع العلماء بين الحديثين أو بين هذه الأحاديث بأن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص. فلا بعد أي فلا يستبعد أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور الاستحضار في القلب ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها
وضوءه بالتكفير. إذن المتوضئ أو المتوضئون الذين يتوضؤون على مراتب، منهم من يكون وضوءه متقنا حسنا حاضر القلب، يتوضأ وهو يعرف ويعلم ويستحضر في قلبه ماذا يفعل، ويكمل الشروط والأركان والفروض والواجبات والمستحبات والآداب. هذا الوضوء وحده يكون سببا لتكفير الذنوب. لكن من توضأ وضوءا أقل من ذلك رتبة مع الصلاة يكفر الذنوب. فالأمر راجع إلى حال الشخص وإتقانه وما في قلبه من الإقبال على الله واستحضار هذه العبادة. فبعض الناس يتوضأ وضوءا كما أمر الله في القرآن فيأتي بالفروض، ولكن ليس عنده في قلبه من حضور القلب ومراعاة الآداب ما يقوى الوضوء وحده على تكفير السيئات. ولذلك يتوضأ اثنان، صورة الوضوء واحدة، صورة الوضوء الظاهرة واحدة، وبينهما كما بين السماء والأرض. وذلك راجع كما ينص ابن القيم في المنار المنيف، يراجع إلى ما في القلوب من الخشوع والاستحضار وغير ذلك. فالمقصود بالوضوء وحده الذي يكفر الذنوب هو ما كان فيه مراعاة الآداب. وهذا الأمر كما قال القرطبي رحمه الله: لا، هذه الأمور المكملة لا يراعيها إلا من نور الله باطنه بالعلم والمراقبة. قال حديث أبي هريرة: كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الدليل أو هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ستأتي معنا فيه أن الكبائر إنما تغفر بالتوبة. عندنا المكفرات أنواع، الكبائر عند الجمهور لا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فهي التي تكفر بهذه الأعمال. إذن إذا جاءك سؤال ما على ماذا يدل هذا الحديث، تقول يدل على أو ما المراد بأن هذه مكفرات، هذه الأعمال مكفرات وسبب للتكفير تكفير الذنوب، تقول المراد بالذنوب هنا الصغائر عند جمهور أهل العلم. فإذا اجتنب الإنسان الكبائر كانت هذه الأعمال الصلوات الجمعة إلى الجمعة الوضوء مكفرا أو مكفرات للذنوب أي للصغائر عند جمهور أهل العلم. وبعض العلماء وهم قلة قالوا إن هذا شامل وعام لجميع الذنوب، فهذه الأعمال سبب لتكفير جميع الذنوب كبائر وصغائر. وتوسط بعض العلماء وهو الصحيح، وتوسط بعض العلماء فقالوا إن هذه الأعمال سبب لتكفير الصغائر، قالوا إن هذه الأعمال سبب لتكفير الصغائر، وقد تكفر الكبائر، وقد تكفر الكبائر لبعض الأشخاص بحسب ما يحضره من الإخلاص بالقلب ويراعيه من الإحسان والأدب. فهذه الأعمال قد يقوم في قلب الإنسان إخلاص قوي يجعله يكفر سببا لتكفير بعض الكبائر. إذن الأصل في هذه الأحاديث أنها سبب لتكفير الصغائر، لكن في حق بعض الأشخاص قد تكون سببا لتكفير الكبائر لما في قلبه من الإخلاص والإقبال على الله جل وعلا.
وهذا الذي رجحه المؤلف القرطبي في شرحه لهذا الكتاب، ورجحه أيضا ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ومن أدلة هذا القول الوسط حديث المرأة الزانية البغي التي كانت التي سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. لماذا؟ لما بسبب ما قام في قلبها من الإخلاص وأعمال القلوب، بسبب ما قام في قلبها من الإخلاص وأعمال القلوب. ولهذا هل كل امرأة زانية تسقي كلبا يغفر لها الكبائر والصغائر؟ الجواب لا، كما رجح ذلك شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم. هل كل امرأة زانية تسقي كلبا يكفر ذنوبها الصغائر والكبائر؟ الجواب لا، ولكن هذه المرأة في قلبها من الخشوع والإخلاص والإقبال على الله عند فعلها لهذا العمل الصالح ما كان سببا لتكفير كبائرها وصغائرها. إذن الأصل أن هذه الأعمال مكفرة للصغائر، ولكن في حق بعض الأشخاص الذين عندهم الإخلاص القوي وأعمال القلوب والخشية قد يرفع ويكفر الكبائر. وكذلك سؤال آخر، هل هذه الأعمال مكفرات فقط أم بشرط اجتناب الكبائر؟ هل هذه الأعمال سبب للتكفير، سبب مستقل للتكفير لتكفير الذنوب، أم يشترط اجتناب الكبائر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هنا في الأحاديث ما لم تؤت كبيرة وغيرها من الأحاديث التي في أسفلها في الأخير قال إذا اجتنبت الكبائر، فهذا في بعض الأحاديث شرط يدل على أن اجتناب الكبائر شرط، وبعض العلماء يقول ليس بشرط. هذه الأحاديث اجتنبت الكبائر ما لم تؤت كبيرة اكتب استدل به جمع من أهل العلم على أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير السيئات بهذه الأعمال الصالحة، شرط لتكفير السيئات بهذه الأعمال الصالحة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا تغفر الذنوب والسيئات إلا بسببين مجتمعين، أن يفعل هذا العمل الصالح وأن يجتنب الكبائر، هنا يغفر له. واضح المعنى يا إخوة؟ يجتنب الكبائر ويفعل الصالحات يغفر له، يفعل الصالحات فقط على هذا القول لا يغفر له. لكن الصحيح أنه سبب مستقل، لكن الصحيح أن الأعمال الصالحة سبب مستقل لتكفير السيئات، وأن اجتناب الكبائر سبب مستقل لتكفير السيئات بشرط. لكن الصحيح أن الأعمال الصالحة سبب مستقل لتكفير السيئات، وأن اجتناب الكبائر سبب مستقل لتكفير السيئات بشرط، وهو عدم الإصرار على الصغائر، بشرط وهو عدم الإصرار على الصغائر. فاجتناب الكبائر سبب مستقل، لكن إذا كان عنده صغائر، هنا تفصيل، إن كان يصر عليها صارت كبائر، إن كان يصر على الذنوب الصغائر صارت كبائر، فاجتناب الكبائر سبب مستقل لتكفير السيئات ما لم يصر على الصغائر، لأنه إذا أصر على الصغائر انقلبت إلى كبائر، وإذا انقلبت إلى كبائر لم يجتنب الكبائر. وهذا رجحه جمع من أهل العلم منهم ابن رجب رحمه الله
وغيره من العلماء. ولا شك أيضا كما رجح ابن القيم أن السببين إذا اجتمعا كانا أقوى وأتم في التأثير. إذا اجتمع للإنسان فعل الصالحات واجتناب المنكرات والكبائر كان هذا سببا قويا لتكفير كثير من السيئات، بل بعض ما يحصل للإنسان من أمور في هذا الباب. فعندنا هذان الأمران ينبغي فهمهما: اجتناب الكبائر سبب مستقل بشرط عدم الإصرار على الصغائر، وعندنا الأمر الثاني أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر وقد تكفر الكبائر إذا كان في قلب الإنسان الإخلاص والإيمان التام الذي يدفعه للعمل. وهنا في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، لأن بعض الناس قد يقول كيف يكفر الكبائر وهنا الحديث ما لم تؤت كبيرة إذا اجتنبت الكبائر. نقول اقرأ الحديث الذي قبله، قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني تغفر ذنوبه ويكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، أي زيادة في الأجر. كيف يكون زيادة في الأجر ولا زال عليه الكبائر؟ أيضا الحديث الآخر قال حتى يخرج نقيا من الذنوب، هذا آخر حديث قرأناه في الصفحة الأخرى، آخر كلمة في الحديث الذي قرأناه في الصفحة الأخرى، قال حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذا كان سيتوضأ ثم يخرج نقيا من الذنوب، هل يمكن أن يكون مكفرا للصغائر دون الكبائر ويخرج نقيا من الذنوب؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون يخرج نقيا من الذنوب وعليه كبائر. فقوله يخرج نقيا من الذنوب دليل على أن الوضوء وحده سبب للتكفير، لأنه لم يوجد هنا في الحديث صلاة كما في الحديث الآخر. فيه دليل على أن الوضوء وحده سبب لتكفير الذنوب ولا يشترط أن يكون معه الصلاة، وهذا في حق بعض الأشخاص قلنا. ثانيا فيه دليل على أن الأعمال الصالحة قد تكفر بعض الكبائر، وفيه دليل على أن الأعمال الصالحة سبب مستقل لتكفير الذنوب، وأما إذا كان مع اجتناب الكبائر فهو من باب أولى. طيب أيضا يؤيد هذا ويؤيد هذا دليل واحد فقط، خرج نقيا، كيف يخرج نقيا ولا زالت الكبائر موجودة؟ وكذلك هنا في الحديث الذي قبله وكان مشيه إلى المسجد نافلة، وأحاديث أخرى منها حديث لو أن أحدكم بباب أحدكم نهرا يتوضأ منه هل يبقى من درنه شيء أو لا يبقى من درنه شيء؟ أشير إلى الحديث فقط. وكذلك حديث لا يبقى من درنه شيء، الذي يتوضأ 5 مرات كأنه يغتسل في النهر 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء. هذا دليل على أنه لا يكفر فقط الذنوب الصغائر، لأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون متوافقا مع بقاء الكبائر، تبقى الكبائر ولا يبقى من درنه شيء. وفي بعض الأحاديث في بعض الأعمال الصالحة إلا رجع كيوم ولدته أمه، كيوم هذا الصحيح والأدق والأصح في اللفظ، وإن كان الوجهان يصحان كيوم وكيوم، ويوم كيوم هو الأصح والأقوى في النحو.
رجع كيوم ولدته أو كيوم ولدته أمه، هذا دليل على أنه يخرج نقيا من الذنوب ومن الذنوب الصغائر والكبائر. أيضا هل هذا الحديث الأخير الذي فيه مع آخر قطر الماء مع آخر قطر الماء، هل معنى ذلك أن الوضوء يكفر الأعمال يكفر الذنوب المتعلقة بالجوارح التي توضأ فيها العبد، الفم والوجه واليدين والرجلين؟ هنا الحديث أن الذنوب تخرج من اليدين، الذنوب تخرج من الرجلين، تخرج من الوجه، هل هو محصور بذلك؟ الأدلة الأخرى تدل على أنه يكفر ذنوبه، ويرجع هذا كله كما قلنا لكم إلى أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، في هذا الباب يختلف. إذا وجدت أحاديث تدل على معنى وأحاديث تدل على معنى، فالضابط الذي ذكره أهل العلم تجتمع به الأحاديث هو أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فبعض الناس يكون وضوءه مكفرا وحده، وبعض الناس يكون وضوءه وصلاته مكفرة، وبعض الناس يكون وضوءه مكفرا وصلاته درجات وحسنات، ومشيه إلى المسجد حسنات ورفعة في الدرجات. فالناس يختلفون في هذا الباب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقال بعد الوضوء. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء بمعنى واحد، فيبلغ أو يسبغ بمعنى واحد، كذا قال شراح الحديث، بمعنى واحد، والمعنى يتمه ويكمله، والمعنى يتمه ويكمله، فيسبغ فيبلغ أو فيسبغ، هما بمعنى واحد، والمعنى يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون. يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون. نعم. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث فيه فضل هذا العمل، وفيه فضيلة الذكر بعد الوضوء، ودل على أن أبواب الجنة ثمانية. وقوله: ما أجود هذه، هذه ما التعجبية، ما أجود هذه الفائدة والعبارة والجملة والعبادة، ما أجمل هذه العبادة، أيضا يحتمل هذا ويحتمل هذا. والمعنى، والمعنى ما أحسن هذه الفائدة وما أجمل هذه البشارة. وهو تعجب من جودتها. ما معنى جودتها هنا؟ أنها سهلة متيسرة، أنها سهلة متيسرة، يقدر عليها كل أحد بدون مشقة. هذا العمل عمل سهل يسير يقدر عليه العبد بدون مشقة، ومع عظم أجرها، فهو عمل يسير سهل لا مشقة فيه، وأجره عظيم، يدخل أبواب الجنة أو وجبت له الجنة. وتكملة الحديث. طيب، باب
باب توعد من لم يسبغ وغسله ما ترك وإعادته الصلاة. عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء أي أكمل الوضوء واجعله شاملا لأعضائك. أسبغ الوضوء أكمل الوضوء واجعله شاملا لأعضائك، وسيأتي تفسير هذه الكلمة. وويل للأعقاب، ويل كلمة عذاب وقبوح وهلاك، والأعقاب جمع عقب، وعقب كل شيء كما درسنا في المترادفات عقب كل شيء آخره، والعقب كما سيأتي معنا أيضا العراقيب، العقب والعرقوب أو العراقيب والأعقاب. وهذه هذا الأحاديث والأحاديث التي ستأتي معنا فيها دليل على أن الفرض في الرجل هو الغسل للمسح، فرض الرجلين هو الغسل للمسح، وهذا مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى كما قال القرطبي رحمه الله في شرحه. نعم. وهي ظاهر أن عائشة رأت منه تقصيرا، رأت منه تقصيرا وتساهلا في الوضوء، فقالت له: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. وقد جاء هذا في روايات في خارج الصحيح. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. وفي رواية قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سفرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادانا: ويل للأعقاب من النار. تخلف عنا أي تأخر خلفنا، تخلف عنا أي تأخر خلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلفهم وهم تقدموا، فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فأدركنا، فأدركنا النبي أي لحق بنا، إنا لمدركون أي سيلحقنا فرعون، فأدركنا أي لحقنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: فجعلنا نمسح، الحديث الأول قال: وأعقابهم وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، يعني بقيت مواضع، لأنهم كانوا يتوضؤون بعجلة يريد أن يدركوا الصلاة، لأنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخروا عن الصلاة، لعل النبي رجاء وطمعا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقت ضيق توضؤوا بسرعة، فحصل بعض التقصير في وضوئهم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. وكذلك في الحديث الآخر: فنادى، فجعلنا نمسح على أرجلنا. نمسح أي نغسل، نمسح هنا بمعنى نغسل، وهذا في لغة أهل الحجاز يقولون: نتمسح أي نتوضأ، نمسح أي نتوضأ، أي نمسح أي نغسل. فكلمة المسح تأتي في لغة الحجاز وفي لغة بعض العرب بمعنى الوضوء، لأن هذا اللفظ يستدل به بعض الشيعة وغيرهم وبعض الذين خالفوا الجمهور بأن المسح للرجل يجزئ بدليل فجعلنا نمسح. الجواب أن نمسح بمعنى نغسل، بدليل أيضا أنها كانت تلوح، تلوح يعني واضح، إذا كان المسح لا يكون ظاهرا هذا الأمر، فهذا أمر مهم.
فأهل الحجاز مكة والمدينة وما حولها يقولون نتمسح أي نتوضأ، وهذا سمعناه منهم عندما كنا هناك، نتمسح أي نتوضأ، ونمسح بمعنى نغسل، فالمسح يأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى المسح المعروف. وقال فنادى، وفي بعض الروايات أنه نادى بصوت مرتفع فرفع صوته، وهذا أخذ منه العلماء وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترك فرض من الفروض، وأن الأمر قد يستدعي ويحتاج في بعض الأحوال إلى رفع الصوت، وهذا ليس من قلة الأدب. إذا كان هناك أناس في الطريق وقد أقيمت الصلاة تقول لهم أيها الناس الصلاة الصلاة أقيمت الصلاة وترفع صوتك إليهم، هذا ليس من قلة الأدب، وهذا قد جاء في السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويناديهم ويل الأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. فجاء في بعض الروايات هذا، وفي هذا الحديث وجوب تعميم الأعضاء بالغسل، هذا من يعني أهم شيء من أهم شيء في الأحاديث، وهو الذي بوب عليه القرطبي، فهو قال باب توعد من لم يسبغ. معنى ذلك أن هذه الأحاديث تدل على وجوب الإسباغ وتعميم العضو الأعضاء بالماء، تدل هذه الألفاظ على وجوب الإسباغ وتعميم الأعضاء بالغسل، وتدل على أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره فإن صلاته لا تصح. لو أن إنسانا توضأ وضوءا كاملا لكن بقي في رجله أو في يده هكذا فقط، وضوءه لا يصح، ويجب عليه إحسان وضوءه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. لم يغسل عقبه، هذا يدل على المسح، فجاءوا يمسحون، يعني هنا جاء الحديث لم يغسل، لم يقل لم يمسح، فالأحاديث يعني يوضح بعضها بعضا. ويل للأعقاب من النار معناه ويل للأعقاب، ويل للعراقيب التي لم تمسها، التي لم تعمم بالغسل أو بالغسل، ويل للأعقاب، ويل للعراقيب التي لم يصل إليها الماء، التي لم يعمها الغسل أو الغسل. نعم. وفي هذا الحديث أيضا ذكر العلماء فائدة، وهي الحث والحرص على تفقد المواضع التي قد لا يصل إليها الماء، فيه الحث على التفقد للمواضع والأعضاء، للمواضع التي لا يصل، قد لا يصل إليها الماء. هناك أماكن في جسم الإنسان في وضوئه وغسله قد يتوضأ قد يغتسل لكن لا ينتبه أن هذا أن الماء لم يصل إلى هذا المكان، فهذا فيه حث على تفقد هذه الأماكن التي لا يصل إليها الماء غالبا إلا بالتفقد، تحتاج إلى أن تنظر في بعض المواضع هل وصل الماء أو لم يصل. نعم. وفي أخرى ويل للعراقيب من النار. نعم. وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. ظفر، ظفو بضمتين، ضمة على الظاء وضمة على الفاء، هذه اللغة الأشهر وهي لغة القرآن، كما في القرآن حرمنا كل ذي ظفر ظفر، وهناك لغات أخرى بعضها صحيح بعضها ضعيف، لكن هذه هي الأشهر وهي لغة القرآن. نعم. أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ما معنى موضع ظفر؟ موضع ظفر أي قدر وحجم الظفر، هذا توضأ وضوءا كامل لجميع الأعضاء بقي مكان في جسمه مثل هذا الظفر فقط، ومع ذلك نعم. فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ارجع فأحسن وضوءك، هذا يقول الشراح
لفظ محتمل، لفظ محتمل للتتميم، لفظ محتمل للتتميم والاستئناف لأمرين، إما للتتميم وإما للاستئناف. إذن احتمالان، أحسن وضوءك أي أتم وضوءك الذي بقي فقط، أو استئناف من أول الوضوء، أعد الوضوء كاملا. فيحتمل أحسن وضوءك أن يبتدئ الوضوء من جديد، يحتمل أن المقصود ابتدئ الوضوء من جديد، وهذا يسمى الاستئناف، استئناف الوضوء من جديد. ويحتمل أحسن وضوءك اغسل ما لم يصبه الماء، موضع الظفر فقط، وهذا التتميم، احتمل التتميم والاستئناف. التتميم أي اغسل الموضع الذي لم يصل إليه الماء، وهو موضع الظفر، الظفر. ويحتمل الاستئناف أي ابتدئ الوضوء من جديد، وهذا فيه كلام لأهل العلم، لكن الذي يمكن أن يقال أنه إذا كان الإنسان توضأ حديثا، يعني الآن توضأ فرأينا فيه موضع لم يغسل، نقول ارجع فأكمل الموضع فقط. رجل توضأ ودخل المسجد ولا زال الماء فيه، وبقي جزء من الأعضاء لم يصل إليه الماء، نقول ارجع فأغسل رجلك. إن كان اليد نقول اغسل يدك وأكمل ما بعدها، من باب الترتيب. أما إذا كان له وقت وهناك جزء من الجسم أو العضو لم يصل إليه الماء، نقول أعد وضوءك. هذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. المسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم، لا يكفي هنا، لكن أنا أذكر فقط بعض الفوائد. هذا الحديث وغيره من الأحاديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، نختم بهذه الفوائد، أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته، فيه فوائد. الفائدة الأولى أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته أو فإن وضوءه وصلاته لا تصح. وهذا درسناه مع الإخوة في الياقوت النفيس. الفرق بين الحدث والخبث فروق كثيرة، هناك فرق بين الحدث وبين الخبث الذي هو النجاسة. من الفروق أن الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الخبث يعذر فيه بالجهل والنسيان. رجل توضأ ثم جاء إلى المسجد صلى، بعد الصلاة رأى في ثوبه نجاسة، صلاته صحيحة. هذا أحد الفروق بين الحدث والخبث. أيضا الحدث لو بقي قليل لم يصل إليه الماء يجب أن يعيد. النجس هناك خلاف بين العلماء فيما يعفى عن طهارته، المعفو عنه الذي يتسامح فيه. وهذه أيضا الأحاديث فيها دليل، أو فيها دليل نعم، على المسائل المعاصرة التي في عصرنا الآن، كالمكياج، بعض المكاييج والمناكير، ماذا تسمونه الذي تضعه النساء، الأحمر هنا الذي تضعه المرأة على أظافرها، هذا إذا كان يمنع من وصول الماء إلى الظفر، أو بعض الأشياء التي تضعها المرأة على وجهها وتمنع وصول الماء إلى العضو، فإنه لا تصح الصلاة إلا بإزالته. طيب، ففي هذا الحديث أيضا أن الجزء اليسير، أن الجزء اليسير كالجزء الكبير والكثير،
في عدم العذر فمن ترك قليلا أو كثيرا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء فإن وضوءه لا يصح. وفيه أيضا ما سبق أن قلنا إن أن الواجب في هذه في الرجلين هو الغسل وليس المسح، لأن هذه مسألة ذكرها بعض العلماء. فدل الدليل هذا وغيره على استيعاب الأعضاء، على وجوب استيعاب وشمول الأعضاء وإسباغ الوضوء في ذلك. بعض العلماء قال أرجع فأحسن وضوءك، المقصود به أحسن وضوءك كاملا وابتدئ الوضوء من جديد. وذكروا حديثا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر رجلا أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وأعله آخرون. فجاء في بعض